الحمد لله الواحد يعني عمل مباريات كتيره مع النادي، وجبت جوان جديد كتيره مع النادي، وفي افريقيا سان داونز في افريقيا وسوبر الافريقي وفي كاس مصر. يعني الناس بس ساعات بتبقى تقول لك مباراه الاهلي والزمالك بس، لا يعني انا التقرير بتاعي كده انا جايب 66 هدف مع النادي، فيهم في نهائي كاس وفي نهائي افريقيا وسوبر افريقي والماتش السوبر يعني اهداف كتيره قوي في مباريات كانت مهمه جدا. انما يبقى ان مباراه الاهلي والزمالك دي حاجه مهمه جدا في تاريخي وفي حياتي، وحتى لو الناس بتختصر تاريخي مع النادي الاهلي في المباراه دي ده شرف ليا على فكره، ده حاجه ما تضايقنيش. يعني ان انا كنت واحد من يوم الايام ان انا اسعدت جماهير النادي الاهلي، وعلى فكره بس عشان الناس بس ما تخش في الموضوع ده، يعني ان جماهير الاهلي مبسوط وانا مبسوط، يعني هو ده اللي يهمك. يعني انا ما يهمنيش حد تاني من الناس اللي هي بتبقى خلي بالك، اصل الماتش ده تحديدا الناس كانت فاكره ان الزمالك اللي هيكسب صح، فانا ما يهمنيش حد تاني ان هو يعني ايه يحاول ان هو يخش في العلاقه بينه وبين جماهير النادي الاهلي عشان يخلي المباراه دي ما لهاش طعم، لا هتبقى ليها طعم وهتفضل ليها طعم مع جمهور النادي الاهلي. وانا لا ده احنا بنحتفل بيها يوم 11 بس يوم 6/1 وانا ما يهمنيش 6 يناير يعني، وانا ما يهمنيش اكتر من ان الجمهور الاهلي يبقى مبسوط، وان انا كنت واحد من ضمن المجموعه اللي لعبت المباراه دي واسعدت جماهير النادي الاهلي، او كنت واحد في يوم من الايام اللي كان لابس تيشيرت النادي الاهلي وموجود في المدرجات والناس بتناديه، ده كل ده شرف لينا احنا عمرنا ما عملنا حاجه، لان هيجي جه قبلنا وهيجي بعدنا ناس كتيرة قوي تبقى موجوده جوه المستطيل الاخضر وجماهير كلها تحبها، انما في الاخر هو الجمهور اللي بيديك الشرف ده، هو طبعا اللي بيديك الحب ده، هو اللي بيديك القوه دي، هو اللي بيديك الجراءه دي ان انت تلعب تعمل كده. كل الكلام ده كله جمهور النادي الاهلي هو اللي مسؤول عليه، وكلنا على كل الناس اللي دخلت جوه النادي الاهلي سواء بتشتغل بتلعب بتحب محب النادي الاهلي، كل ده اللي بيديله القوه هو جمهور النادي الاهلي. طيب عايزين نعرف بقى كواليس المباراه دي، يعني انتوا